حاجة يعني دلوقتي سيرة محمد صلاح اه في كتابك. انا حطيته في كذا مرة انه كمثال. طبعا يعني لماذا محمد صلاح؟ هو يعني كمثال للعصامية، وايضا انا خدته في حاجة تانية مش بس للعصامية، واعتمد على نفسه وابوه ربنا يديله الصحة وما استثمروا فيه. وهي القصة بتاعت محمد صلاح اقدر الخصها بالناحية الاقتصادية بقى لامرين. واحدة هي قواعد اللعبة، انه لما بتلعبي في نجريج ولا بتلعبي في القاهرة او بتلعبي في اسكندرية، انت بتستخدمي نفس الرول بوك او نفس الجدول بتاع التعليمات والارشادات. فريقين كورة، 11 لاعب لكل واحد منهم، في وقت محدد، والفاول له قواعد والبنالتي له قواعد الى غيره. فهي مسألة قواعد اللعبة. انا حطيت ده في حاجة عن التجارة الدولية وكرة القدم. وبعدين ان المسألة الارتباط ما بين المحلية والعالمية والإقليمية، ان انا النهارده ما بنافس على المستوى المحلي وهيطلع على مستوى المحافظة او الدوري العام بستخدم نفس القواعد الدولية. اما اطلع هي القواعد الدولية في المنافسة، اما بروح بنافس على كأس الأمم الأفريقية نفس القواعد الدولية في المنافسة. فهي فكرة اما اجي اعمل بقى توطين للتنمية، مش هعملها بقى سمك لبن تمر هندي، انا بعملها وفقا للمعايير الدولية اللي بتقول لي كيف تكون التنمية المستدامة، كيف تكون معايير الاستثمار في البنية الأساسية، كيف تكون معايير حماية التحول الرقمي. فهي فكرة محمد صلاح ده الذي يتحرك من المحلية المصرية إلى اللعب الإفريقي إلى اللعب الدولي، هو شغال بنفس القواعد العالمية. لو فشل في استخدامها مش هيقدر يكسب. هي دي بس يعني أخذته كمثال باعتبار كرة القدم يعني من طبعا الأمثلة المحببة للناس، أسهل في التعريف بيها. طبعا أنا بقول نفس الكلام على موضوع التوطين التنمية وعلى قواعد التجارة الدولية.